بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال آخر محاضرة في هذا السيستم. سؤال محاضرة 15. Which of the following has the greatest impact on mortality with regards to chronic therapy on of heart failure with reduced ejection fraction؟ صراحة السؤال يعني الخيارات تاعت السؤال احنا ما عندنا هالعلم عنها، بس السؤال الدكتور محط السؤال بس اعتمد على النقطة هذه، اعتمد على النقطة انه بي انه البيتا بلوكر انه بيعطي او بيقلل المورتاليتي والموربيديتي. يعني الجواب هو اي بيتا بلوكر. بس انا هشرح لكم كل واحد من هذول شو بسوي وليش مثلا ما اخترنا انجيوتنسين 2. يعني في كثير طلاب صاروا يفكروا ليش ما اخترنا مثلا واحد من هذول الاثنين انجيوتنسين 2 راح يوقفوا، انه اساس انه الانجيوتنسين 2 انه يقلل الافتر لود هو اكثر دواء مستعمل، بس لا مش صح هذا الجواب. فخلينا نقرا. اول شيء لما نحكي reduced ejection fraction هو left، مع يعني راح يصير بالleft heart failure، لانه لو كان right heart failure ما هيكون reduced، راح يكون تقريبا طبيعي normal. فهنا راح يكون في عندنا ضعف في contraction. تمام. هسا اخترنا beta blockers ك A. لو احنا قرانا هذا النقطه الموجوده في السلايدات، the use of beta blockers was found recently to reduce mortality. هو فعليا اكتشفوه العلماء هذا البيتا بلوكر، مع انه بعضنا راح يحكي اصلا هو راح يقلل الكونتراكشن فممكن يقتل المريض، لكن لا، هم فعليا اكتشفوا عن طريق الخطا انه بقلل المورتاليتي وبقلل الموربيديتي ان هارت فيلر، لانه يعني انه انرجي سبيرنج. تمام اوكي، لانه انرجي سبيرنج، فعن طريق هيك هيلب هارت to increase ATP consumption in effective way. فهذا فعليا راح يوفر لنا الطاقه وما يجهد القلب، فما يسبب الوفيه اللي بتيجي من الهارت فيلر. هسه هذا هو A. خلينا نشرح ايش بيسوي الادويه الثانيه. B mineral corticoid receptor angiotensin. هذا ما اخذناه في الفيسيو، بس mineral corticoid يعني انه بيكون الدوستيرون. فاحنا زي كنا حكينا الدوستيرون ريسبتر انتاغونست. احنا عارفين انه الالدوستيرون ايش وظيفته؟ وظيفته انه يدخل الصوديوم جوا الجسم ويطلع بوتاسيوم. فلو عملنا له بلوكينج راح يضل الصوديوم برا، يعني في الكليه، وراح يطلع في البول وراح ياخذ معه مي، فراح يقلل حجم اللي هو الدم، فراح يقلل فينس ريتيرن. هذا الحكي راح يريح القلب وما يجهده. تمام. ففعليا هذا بيساعد، لكن زي ما احنا قلنا خلاص هذا حفظ انه البيتا بلوكرز هو بقلل المورتاليتي والموربيديتي. طب سي انجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهيبيتر. على فكره هو نفسه انجيوتنسين 2، يعني سي ودي نفس الفكره. انجيوتنسين برضه 2 ريسبتر بلوكرز، هذول الاثنين نفس الشيء، بس انه ميكانيزم كل واحد بيختلف. ايش بسبب؟ بقلل الافتر لود. عن طريق ايش؟ انهم بيقللوا تصنيع الانجيوتنسين 2 عن طريق تقليل الانجيوتنسين 2، يعني راح يقللوا بلاد فوليوم، يقللوا الفينس ريتيرن، يقللوا الكاردييك اوتبوت. ففعليا يعني نفس الفكره اللي كانت قبل، انه لما انهم يقللوا هذا الكاردييك اوتبوت يعني راح يقللوا الجهاد على القلب، فنفس الفكره اللي كانت في B. ف B C D هيك الميكانيزم بتاعهم. اي الهايدرالازين هو بيكون بوتنت ارتيريولر دايليتر، وزي ما كان مكتوب في السلايدات انه بيقلل الفينس تون، يعني بيقلل الكونتراكشن تاع الفين، فبرضه نفس الفكره راح يقلل، ما دام قلل الكونتراكشن راح يصير في توسع في الفينز، يعني الفينس ريتيرن راح يقل، الكارديك اوتبوت راح يقل، ونفس الفكره. بس زي ما قلت لكم انه البيتا بلوكرز زي ما احنا تعلمنا انه راح يقلل الموربيديتي والمورتاليتي. في هذا بي هي شرح انه هو نفسه الدوستيرون انتاغونيست، وهي انه الشرح تاع الميكانيزم تاعته. بس يعني بدي اياكم تطلعوا عارفين انه البيتا بلوكرز هو اللي بيقلل. صراحه يعني حاولت يعني ابحث الموضوع، وبرضه طلع البيتا بلوكرز هو فعليا اكثر دواء ممكن يقلل في هذه الحاله. هيك خلصنا ان شاء الله اللي هو شرح المحاضرة، وانا بأذن نرجع هيك ان شاء الله بنكون خلصنا كل المحاضرات للCVS اللي للدكتور وليد.
في النهاية بتمنى انكم تدعوا لأهلنا في غزة، الله يثبت أقدامهم ويشد سواعدهم ويمكنهم من أعدائهم وينصرهم ويرزقهم النصر والظفر يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.